سايق متهور، وإلى الإخوان في هذا المطعم المأكولات السريعة المشهور، تتوقعون على الخط السريع إيش كثر يمشي؟ المفروض سيارة صغيرة كم المفروض يمشي؟ 180 120 من يزيد؟ ها 140 160 180. أنا ما عمري وصلت 180. الحجي سيارة المطعم راح يعرفون المسؤولين في هالمطعم المشهور المأكولات السريعة تلو يقولوا له أنت صاحي، المفروض هذا سايق السيارة ما يقعد ولا يوم بالكويت، والداخلية طالبها يا ليت تعرفون من اللي كان يسوق وتلونه تقول يا بابا نادوا الشركة تذكرته إلى بلده يسوق هناك 180 على راحته. أعطوني التقرير. أخونا المعد حط المقطع، مو هذا اللي عرضنا، المقطع الأصلي حتى الداخلية يعرفون رقم السيارة ويستدعونه، بعثوه حق العميد عادل عسى عندنا مداخلة إن شاء الله وياه. أعزائي المشاهدين،